السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوحدة الرابعة الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع لننظم معرضا لصناعاتنا التقليدية، ننظم واحد المعرض للصناعة التقليدية في القسم، نحدد مشروع ديالنا، ننظم معرضا للتعريف بصناعتنا وصناعنا التقليديين ومصنوعاتهم، نتفق على أن نحضر صورا لصانعات وصناع تقليديين مثل الخراز والدباغ ونساج ونساجة الزرابي وخياطة وإلى ما ذلك، مصنوعات تقليدية مثل مثلا براد صينية بلغة طربوش جلباب قفطان حزام نسائي مطرز منتج من جبس أو خشب منقوش آنية خزفية. نكون ثلاثة المجموعات استعدادا لإنجاز ثلاث مهام ننجز. أولا شنو كنديرو؟ نعرض ما أحضرناه وتشرع كل مجموعة في تنفيذ المهمة ديالها. المجموعة الأولى مثلا كتنظم تضم كتضم الصور، كتجمع صور كل صانعة أو صانع بطاقة، تضم كل تضم الى صوره كل صانع او صانعه واحد البطاقه ديال التعريف ديالو. مثلا تقول لي الفخاري ماذا شنو كيدير، انه كيصنع الفخار الاواني الخزفيه يعني من الطينيه. ومثلا تقول لي الطرازه شنو كدير، كطرز فهي تطرز المناديل المطرزه والملابس، كطرزها. الضباغ يضبغ الجلد ويصنع منها البلغه. ها مثلا الجلباب، النساج يقوم بنسج الخيوط من الصوف فيقوم بصناعة الجلباب، يصنع الجلباب ثم يخيطه. كذلك النساجة دي الزرابي فهي تنسج الزرابي من الصوف وتقوم بتلوين هذه الصوف من الأبيض إلى الأخضر إلى الأزرق إلى الأصفر لتكون زربية متعددة الألوان. صافي. ثاني داك السراج، يصنع السراج السروج ديال الخيول. المجموعه الثانيه تضم الى كل مصنوع تقليدي بطاقه تحرر عليها اسمه ومما يصنع. كل مصنوع تقليدي غتقول لنا سيدي منين تحررت الاسم ديالها. مثلا شي حاجه خزفيه تقول لي هذا خزف من الفخار، خزف ديال الفخار هذا هويا. وشنو سميتو؟ انيه طينيه او خزفيه. وملي كتصنع صنع من طين مثلا تقول لي البلغه هذه اسمها بلغه، وهي تصنع من دباغه الجلد، الجلد ديالاش ديال الخروف او الثوري او البقره. تحرر اخبارا بتنظيم المعرض ودعوه لزيارته، وكدير الدعوه ديالو. هنا فخاري بحال قلنا لكم، ها هي كعرفوا الفخاري ومطرزات، هنا سراج. وشنو كيدير الفخار؟ يصنع الفخاري الاواني الخزفيه، تطرز المطرزه المناديل والملابس، والسراج يصنع السراج سروج الخيول. نتم الانجاز، تكمل كل مجموعه مهمتها بان تنقح وتغني منتجها. نعرض ما أحضرناه وحررناه في مرفق من مرافق مدرستنا، يحدده لنا المدير أو المديرة، ونتهيأ لاستقبال زائرات وزوار المعرض ديالنا. إلى هنا ختام الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.